أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامجكم سقطرى الأرض والإنسان. في هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن التكافل الاجتماعي في سقطرى. طبعا سقطرى تعتبر قديما مثل القرية الواحدة، الناس فيها يتعارفون وينتقل بعضهم إلى بعض بحثا عن الماء والكلى، فتجد الذي يسكن طرف الجزيرة ينتقل إلى الطرف الآخر وهكذا. وفي سقطرى الناس تعيش على التكافل والتعاطف والتآلف والرحمة، فلا يمكن أن تجد إنسان سقطري لديه الطعام والأكل وجاره أو أخوه لا يجد ما يأكله، ولا تجد إنسان سقطري يمتلك المال سواء كان مالا نقديا أو من الحيوانات الثروة الحيوانية، ولديه قريب أو جار لا توجد لديه حيوانات ولا يعطيه شيء مما يمتلك. فهذه الأمور أمور متعارف عليها السقطريون، أنهم كأنهم شركاء في الحال والمال، فالأخ يعطي لأخيه والجار يعطي لجاره ويتقاسمون ما يجدونه بينهم. وهذه المظاهر، مظاهر التكافل الاجتماعي، تجسدت في عدة أمور كان السقطريون يفعلونها قديما وكذلك أيضا حديثا. من هذه الأمور التي كانت مشهورة قديما أن أهل السواحل لابد أن يحتاجون إلى أهل البادية، وكذلك أهل البادية يحتاجون إلى أهل السواحل والمدن. فأحيانا عندما تكون الحياة في البادية حياة رغد وفيها مواسم الأمطار والحيوانات لديها وفرة في اللبن واللحم، نجد أهل السواحل وأهل القرى الساحلية ينتقلون إلى إخوانهم في البادية ويجلسون معهم لعدة شهور، يأكلون ويشربون ويتقاسمون اللبن واللحم وما يملكون من الأقوات، وكأنهم أسرة واحدة. وهذا أمر معروف قديما لدى السقطريين، فكل شخص من الساحل يكون له صاحب في البادية ينتقل إليه في تلك الشهور الرغيدة في البادية، ويسمى الذي ينتقل إليه يطلق عليه بالمصطلح السقطري محرف. ومحرف هذه لفظة معروفة ومشهورة في السقطرية، وتعني الصاحب أو الشخص الذي أحترمه ويحترمني كثيرا وأزوره ويزورني. وأيضا العكس صحيح، أحيانا في البادية تكون هناك شهور عجاف ولا يجد أهل البادية ما يقتاتون به من حيواناتهم بحكم القحط وبحكم عدم وفرة اللبن وشظف العيش وعدم وجود ما يأكلونه، فينتقلون إلى أصحابهم والذين يفيدون إليهم في السواحل وفي المدن الساحلية، ويمكثون عندهم ويتقاسمون ما يأكلونه معا وكأنهم أسرة واحدة، ويجلسون في بيوتهم حتى تكون هناك وفرة العيش في مدنهم وقراهم في البادية ثم يعودون. فغالبا ما يكون في المناطق الساحلية الناس تعيش على صيد السمك من البحر، وكذلك يعيشون على التمر، وكذلك يعيشون على بعض المأكولات التي تأتي عبر البحر بالسفن ويبقونها لديهم. فالذين ينزلون بالبادية يسكنون في بيوتهم
حتى يعودون إلى منازلهم وكأنهم أتوا من بيوتهم. هذا الترابط الكبير بين الساحل والجبل ألقى بظلاله على السقطريين، فهناك محبة وتآلف معروف لدى الزمن. حتى الآن في الجيل الحالي يذكر كبار السن بعض أولادهم بالناس الذين كانوا يعيشون معهم في البادية ويقتاتون معهم ما يمكن اقتياته. وكذلك أيضا أهل البادية كبار السن يذكرون أبنائهم بأن هناك لنا إخوة وأصدقاء ومحرف كما يطلقون عليه بالمصطلح السقطري في السواحل، ويوصي بعضهم ببعض بتبادل الاحترام، وما زال تلك الاحترام بين تلك الأسر التي تقطن في الساحل والتي تقطن في البادية والتي كانت مترابطة قديما، ما زالت هذه الذكرى باقية حتى الآن لدى الأبناء، رغم أن الناس الآن كل واحد قد استغنى بنفسه وقد لا يحتاج إلى الآخر كثيرا، لكن هذا الترابط القديم أثر على المجتمع السقطري وبقت الناس في ترابط كبير، الترابط التي ربطهم قديما بفضل هذه العيشة بفضل هذه العيشة التي كانت يعيشونها فيما بينهم. من صور التكافل الاجتماعي القديم في سقطرى والذي ما زال صداه موجود حاليا، تكافل وتآلف بين أصحاب النخيل الذين يزرعون النخيل وبين الذين لا يجيدون هذه الحرفة ولا يقومون بها. فهناك ترابط كبير بين هذين النوعين من البشر في سقطرى، وهناك تآلف كبير، وهناك صور للبدل والعطاء والأخذ بين من يملك الثمار والنخيل وبين إخوانه الذين لا يملكون الثمار والنخيل، وهذا يطلق عليه بالمصطلح السقطري حرفة أو حرف. يعني في أوقات الخريف في أوقات نضوج الثمار يأتي الناس ويفيدون على إخوانهم ويجدون الترحاب ويجدون صور الوفاء وتقاسم ما لديهم من مال ماثلا أمامهم وشاهدا، وكأنهم يفيدون إلى بيوتهم لا إلى بيوت غيرهم. نستكمل الحديث في هذا الموضوع لكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام، فكونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدين الكرام، نستكمل الحديث إن شاء الله في صور التكافل الاجتماعي المعروفة لدى السقطريين قديما. وذكرنا من هذه الصور أنه أهل الساحل ينتقلون إلى أهل البادية في الأوقات التي تكون البادية فيها من الخير والغذاء ما يكفي. وذكرنا أيضا أن أهل البادية أيضا يحتاجون إلى أهل الساحل عندما يكون أهل الساحل لديهم ما يمكن أن يقتات عليه الجميع. وذكرنا أيضا أن هناك صور من صور التكافل الاجتماعي الذي هو حرفة، والمقصود بها هو أن الناس الذين يمتلكون مزارع النخيل ويمتلكون الثمار ويجنونها يستقبلون إخوانهم الذين لا يملكون هذا النوع. ففي موسم الخريف الذي يكون غالبا في فصل الخريف في شهر 7 و8،
تجد الناس تفد من البوادي ومن القرى التي لا يوجد فيها النخيل إلى المناطق التي فيها النخيل. والمناطق التي فيها النخيل في سقطرى معروفة أكثرها في الأودية التي بجوار حديبو، وكذلك أيضا في الأودية التي باتجاه الشرقية إلى معابض، وكذلك أيضا في قاضب وفي كلنسية وفي تكيسو، وكذلك أيضا في بعض السواحل الجنوبية في نوجد. هذه المناطق أثناء موسم الخريف وجني ثمار النخيل تجد الناس تفد من كل حدب وصوب، وكل واحد لديه شخص معروف ينزل إليه أثناء جني ثمار النخيل، فيجلس مع صاحبه والذي ذكرنا أنه يطلق عليه محرف بالسقطرية، والذي هو الصاحب والصديق، فيبقى عنده طوال فترة الموسم. وهذا الشخص الذي يفد يذهب إلى البساتين، والناس تعطيه دون من ولا أذى، بل أن الناس تعرف وكأن هذا الأمر واجب على الشخص الذي يمتلك الثمار أن يعطي للآخرين، وهذا لا يعدونه من اليد العليا إلى اليد السفلى كما يعتقد البعض، بل هذا أصبح تعارف مألوف ومعروف منذ أزمنة مديدة، وأن الناس تحتاج بعضها إلى بعض، فيجنون هذه الثمار حتى أنه تجد بعض الناس الذين يأتون ولا يملكون النخيل تجد عندهم من التمر ما يزيد على أصحاب المال والذين يملكون النخيل، بسبب أن الناس تقدم بعضها لبعض. وبعد انتهاء هذا الموسم كل يعود إلى بلده ويحمل ما حصل عليه من هذه الأموال ومن هذه الثمار ويدخرها، وتبقى معه حتى الموسم القادم. وغالبا أصحاب الذين يمتلكون النخيل أكثرهم يعيش في هذه المناطق الساحلية والمنخفضة، وأكثرهم لا يملكون الحيوانات أيضا، فيحتاجون إلى أصحابهم من أهل البادية عندما تكون لديهم بركة في المال وتكون لديهم الألبان واللحوم متواجدة، فيحتاجون إليهم أيضا. وبما أن الكل يحتاج إلى الكل وهذا يحتاج إلى هذا، فهذا يعتبر تكافل جميل جدا، ولا يستطيع أحد أن يمن على الآخر بأنه أنا أعطيتك أو قدمت لك أو أنفقت عليك وما إلى ذلك، لأن أحيانا يتم الاحتياج إليك وأنت أيضا تحتاج إلى أخيك بالمقابل. من صور التكافل الاجتماعي أيضا في سقطرى ما يطلق عليه ملفة. تجد بعض الأشخاص أحيانا يصاب بنكبة تذهب عليه حيواناته بسبب المرض أو بسبب القحط أو بسبب مثلا الأمطار، تصاب بأمطار شديدة وتجرف السيول فتموت عليه الحيوانات وتفنى، ويبقى معه الشيء القليل، فيبقى متحسرا لموت هذه الحيوانات، لأنه غالبا ما يتم الاعتماد على الله ثم عليها في الأكل والشرب منها والطعام منها. لكن صور التكافل الاجتماعي في سقطرى يفرض على الناس الآخرين أنهم يقدمون الأموال لهذا الشخص، فتجد هذا الشخص أما أنه يذهب إلى إخوانه وإلى القبائل المجاورة، وهم بمجرد أنه يأتي يعرفون أن هذا الشخص قد أصابه شيء من هلاك الأموال، فيعطى ما يكفيه من المال، كل شخص يعطيه غنمة وهذا يعطي غنمة حتى يمتلك
حيوانات أكثر من التي ذهبت عليه، وهذا يسمى شلفة أو ملفة، وهذا متعارف عليه في سقطرة، ويعد من صور من الصور الجميلة للتكافل الاجتماعي، لأنه ليس من المعقول أن يبقى الشخص لا يمتلك الحيوانات والمحيطين به يمتلكون الكثير من الحيوانات. لكن بعض الأحيان تجد بعض الأشخاص لديه عفة في النفس ولا يستطيع أن ينطلق ليطلب المساعدة من إخوانه، فهم بأنفسهم يبادرون ويأتون إليه ويقدمون له الحيوانات حتى تعود إليه الحيوانات التي ذهبت عليه وربما أكثر. بعض الأشخاص أحيانا ربما يكون عليه دين، اشترى شيء أو اشترى أمرا ما وتم تكليفه ببعض الحيوانات لكي يسدد هذا الدين، فلا يجد القيمة الكافية والمقدار الكافي لتسديده، فيستعين بإخوانه من الأجاور وكذلك من القبائل المجاورة، فيسددون هذا الدين عنه ويعطونه الحيوانات التي يحتاج إليها. هذه الصور الجميلة والرائعة في سقطرة كما ذكرنا أن ليس فيها من وليس فيها أذى لأحد، والناس كانت تحتاج بعضها إلى بعض عن طريق القناعة وعن طريق حب الخير والعطاء للآخرين. كذلك أيضا من صور التكافل وصور التعاون في سقطرة أن الشخص إذا أتى إلى قرية ما أو إلى شخص ما لا يذهب حتى يذبح له ويكرم، وهذا يعد من الكرم الجميل في سقطرة، فلا يمكن أن يأتي شخص ويذهب دون أن يذبح له، وهذا أمر متعارف عليه قديما في سقطرة، وما زالت هذه الظاهرة موجودة إلى وقتنا الحاضر. من صور أيضا التكافل الاجتماعي سداد الدين كما ذكرنا، عن الأشخاص الذين يتكبدون الديون بسبب بعض الأمور التي تحصل لهم. هذه الصور مجتمعة، ما زال المجتمع السقطري محتفظ بالكثير منها، وما زال المجتمع السقطري يتحدث بها ويعطف بعضهم على بعض بها ويتعاونون كثيرا بحب بعضهم البعض وتقديم يد العون والمساعدة لبعضهم البعض. من صور التكافل الاجتماعي أيضا لدى السقطريين قديما ما يسمى بأمنحة أو منح. أمنحة هذه أحيانا في البادية عندما يكون توالد الحيوانات ووجود الألبان فيها ووفرة الخير، تجد بعض الأشخاص لا يوجد لديه حيوانات قد ولدت ودرت اللبن لسبب ما، فمن طباع السقطريين أنه لا يبقى هذا الشخص دون إخوانه وينظر إليهم وهم يحلبون ويشربون ويأكلون، فيبادر من بجواره ويعطونه شيء من الحيوانات التي تحلب، ويتم منحه هذه الحيوانات حتى يجد في حيواناته ما يعوض به نفسه، ثم ترد تلك المنيحة إلى صاحبها بعد ما يقضي هذا الشخص حاجته من تلك الحيوانات. من صور التكافل الاجتماعي أيضا ما يسمى بشطرادة قديما، وشطرادة هو أنه هناك أشخاص لا يمتلكون الحيوانات
وأكثرهم الذين يعيشون في السواحل ويعيشون على صيد السمك، ويحتاجون إلى السمن كي يحتفظون به لأوقات الحاجة وكي يبيعونه أيضا. وهذا السمن متوفر لدى أهل البادية، فتجد لديهم السمن الكثير عند الغيث ووجود الحيوانات التي تحلب، فيذهب وينطلق إلى إخوانه في البادية ويأتي ليعطوه هذا السمن، فيعطى من السمن ما يكفيه وربما يزيد عن حاجته حتى يحملها على الجمال أو الحمير، وتأتي الناس لتساعده حتى يصل إلى بيته بسبب كثرة هذا السمن الذي يقدم له من إخوانه في البادية. وهذه أيضا صورة أخرى من صور التكافل الاجتماعي. من صور التكافل الاجتماعي أيضا ما يطلق عليه شعراضة، وشعراضة هذه هو الدين، يعني أن يأخذ الشخص من أخيه ما يكفيه ويتدين حتى يجد وييسر الله عليه فيسد هذا الدين. فتجد بعض الأشخاص يمتلكون بعض المأكولات، فيأتي إخوانهم ويأخذون منهم عند الحاجة ويذهبون حتى يقضون هذا الدين عندما يجدون، وعندما تكون لديهم فرصة لتعويض هذه الديون. منها أيضا من صور التكافل الاجتماعي ما يسمى برفدة، ورفدة هذه هو أن إذا حصل لشخص مثلا أنه حصل له عرس أو مناسبة معينة ويحتاج لذبح أموال كثيرة، تجد القبائل المجاورة وقبيلته والناس الذين بحوله من حوله كل واحد يأتي بذبيحة وربما أكثر من ذبيحة، حتى أحيانا بعض الناس لا يذبح من حيواناته لكثرة الحيوانات التي يؤتى بها. وهذه أيضا نوع آخر من أنواع التكافل الاجتماعي الموجود في سقطرة. هذا التكافل الاجتماعي ألقى بظلاله على طبيعة السقطريين، ولا تجد في سقطرة شخص مسكين ولا يمتلك، وحتى أن بعض الأشخاص الذين يسافرون من سقطرة لأول مرة ويرون الناس الذين يحتاجون ويطلبون في بعض المناطق الأخرى، تجد بعضهم يبكي وينتحب، لماذا هؤلاء لا يمتلكون، لماذا لا يقدم لهم الآخرين؟ لأن طبيعته لا يعرف أن هناك احتياج وهناك فاقة تحصل بسبب التكافل الاجتماعي الموجود في سقطرة. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى حلقة أخرى نلتقي فيها على خير بإذن الله، فكونوا معنا.